الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله نحن موجودين اهالي خربة روح الكرام باولادهم برجالهم بنسائهم، والسرور والفرحه تغمر كل قلب وكل بنيان وكل فؤاد. ما اجمل هذا اللقاء، وما اجمل هذا الكلام، وما اجمل هذا المكان، وجميع ابناء البلده يجتمعون في هذا المكان لتناول الطعام والفاكهة والحلوى وغير ذلك. وما أجمل اللقاء مع الأحبة ومع أبناء البلدة، بلدة خربة روحة الكرام. إنني بنفسي وبأفراد عديدة من هذه البلدة ندعو لكل من ساهم ولكل من قام ولكل من رتب هذا اللقاء وهذه الفرحة التي تغمر قلوبنا وعائلاتنا وأولادنا جميعا.